الفيروسات بنلة خلوية مجبرة على التطفل الداخلي لخلوها من الإنزيمات الاستقلابية. يتطفل فيروس أكل الجراثيم على العصية الكولونية ليتسبب إما بتحلل جدارها وانفجارها في دورة تدعى دورة التحلل، أو لينشئ عدوى كامنة بها، حيث تصبح مادته الوراثية جزءاً من المادة الوراثية للخلية المضيفة، ويتضاعف كلما تضاعف DNA الخلية المضيفة بالانشطار الثنائي في دورة تدعى دورة الاندماج. فلدورة التكاثر لدى فيروس أكل الجراثيم مساران: دورة التحلل ودورة الاندماج. تمر دورة التحلل بمراحل عدة ترتب كالآتي: أولاً، مرحلة الالتصاق، حيث ترتبط خيوط الزيل بنقاط استقبال نوعية موجودة على جدار العصاية الكولونية. ثانياً، مرحلة الحقن، حيث يتقلص غمض الزيل المحيط بالمحور المجوف، ما يمكن نهاية المحور من الدخول إلى الخلية الجرثومية حاقناً مادته الوراثية داخلها، ويبقى الغلاف البروتيني خارجاً. ثالثاً، مرحلة التضاعف، والتي يتم في أثنائها تفكيك DNA الخلية المضيفة وتضاعف DNA الفيروس على حسابها، كما يتم تركيب بروتينات الغلاف والزيل وأنزيم الليزوزيم. رابعاً، مرحلة التجميع، حيث يتم تجميع مكونات الفيروس وتكوين فيروسات جديدة. وتنتهي دورة التحلل بمرحلة الانفجار والتحرر، حيث يتحلل جدار الخلية الجرثومية ليتحرر من 100 إلى 200 فيروس جديد. أما دورة الاندماج فتترتب مراحلها كالآتي: أولاً، الالتصاق، ثانياً، الحقن، ليندمج بعدها DNA الفيروس مع DNA صبغ الخلية المضيفة، ويتضاعف DNA الفيروس كلما تكاثرت الخلية بالانشطار الثنائي. في ظروف معينة كالتعرض للأشعة فوق البنفسجية أو للمواد الكيميائية، يمكن أن ينفصل DNA الفيروس عن DNA الخلية المضيفة ويتابع التضاعف ضمن دورة التحلل.